جاءت اللحظة المنتظرة واللي راح تشهد هذه الجماهير رؤية نجمه الجديد يشارك المرة الأولى بقميص الفريق. كل الأضواء، كل التركيز، أمر طبيعي أن يكون عليه في مثل هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام، تحية طيبة أينما كنتم من ملعب حديقة الأمراء في الأجواء الماطرة. كالعادة سأكون معكم من كابينة التعليق، الكل في انتظار انطلاقة هذه المباراة ضمن بطولة الدوري الفرنسي. نتطلع حقيقة لمشاهدة هذه المواجهة، نتمنى بأن نشاهد مباراة تنافسية وندية حقيقية بين الفريقين في الملعب، لأن هذا ما ينتظره المتابع المحايد. انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل وبالتالي لا خطورة على المنافس. شوف الاستحواذهم على الكرة، فارضين اسلوبهم، متحكمين في المباراة. يتقدم بالكرة باتجاه المرمى. الهدف الأول في المباراة، هدف في الدقائق الأولى، يشعل الأجواء، يفتح المباراة على كل الاحتمالات. هدف الآن راح يزيد الحذر، راح يزيد الحماس. الله على البداية. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. تمريرة ملعوبة. يا الله، ميسي يضع الكرة في المرمى. نشوف الهدف من جديد. كرة بدأت من تمريرة عالية من فوق الدفاع وبدون أي مضايقة من الدفاع ولا حتى عناء القفز، تأتي الرأسية لتنهي الكرة في الشباك. هدف التعادل إذن. النتيجة الآن 1-1. مبابي، تدخل وكرة تبعد. الله على قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. ليونيل ميسي استخلاص رائع الكرة وإيقاف الهجمة. يتقدم باتجاه المرمى، كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. ملعوبة الكرة من ليونيل ميسي. الله على البينية. عرضية ممتازة لكن مرت بدون أن تجد من يتابعها في الشباك. تنفيذ جيد للضغط العالي. تسديد على الطاير. الله على التصدي. تألق الحارس في الحفاظ على النتيجة. تصدي ممتاز في توقيت مناسب. يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. ميسي بيلعب له كرة عرضية. مستحيل، هدف على الطاير يسجل الآن. حطها في المرمى، كرة ولا أروع. الله عليك، هدف مذهل من لاعب مذهل في نهاية مذهلة. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. بيعدي فيها، بيمر، بيعدي. مستحيلة هذه اللقطة، وضع الكرة في مرمى. نشوف الكرة في الإعادة. هدف عكسي كان نتيجة لغياب التركيز في اللقطة. أكيد أي لاعب سيكون محبط إذا مر بهذا الموقف، لكن أحياناً عليك أن ترتكب الخطأ حتى تتعلم منه بعد ذلك. نعود إلى أجواء. الحكم يعلن عن وجود خطأ من مسافة قريبة جداً. أعتقد بأن الحكم كان رحيماً في هذه اللقطة. بطاقة صفراء، اللاعب كان يتمنى بأن يكون هذا هو القرار وكان له ما أراد. الكرة قريبة جدا كانت من المرمى. شوف الكرة الثابتة كيف ينفذها بشكل سليم لعبها، لكن الكرة مرت بجوار المرمى.
حكم يقرر منح الأفضلية وعدم احتساب خطأ في هذه الكرة، لكن استمرارية اللعب تتوقف ونعود إلى احتساب الخطأ. ضاعت الكرة من ليونيل ميسي، فرصة قد تشكل خطورة، فقدوا الكرة، كانت فرصة خطيرة جدا، فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة، تسلل واضح، تحرك قبل لعب الكرة وبالتالي انتهت الخطورة. يا مجنون يا أخي، أنت كيف تلعب؟ شوف الهروب من الرقابة. حكم بيضيف دقيقة واحدة لعمر اللقاء. الشوط الأول ينتهي بثلاثة أهداف مقابل هدف. شوط أول جيد من الفريق، حقق المراد، خرج لفترة الاستراحة متفوقا، والآن أمام 45 دقيقة للدفاع عن تفوقه وإسعاد العشاق والجماهير. انطلاقة الشوط الثاني هنا في ملعب الأمراء بباريس. خطأ يحتسب حكم المباراة، تهور كبير في هذا التدخل، أساساً عنده كرت أصفر. حقيقة كم من الممكن أن الحكم يعني أجل هذه البطاقة الصفراء إلى مناسبة مختلفة، لأن في كثير من الأحوال والأحيان تشاهد أن من الصعب على اللاعب أن يحذر في كل لعبة إنذار أول. فبطاقة حلوة الكرة، حلو التنفيذ، حلوة التسديدة، لكن الكرة ضاعت بسنتيمترات قليلة عن المرمى. ضغط كبير عليه، ضاعت الكرة، الجناح فاضي تماماً أمام ميسي. ميسي بيلعب له كرة عرضية. أوهو، على فرصة كيف ضاعت، كانت قريبة من المرمى، حطها براسة حلوة، لكن التوفيق لم يحالفه في اللقطة الماضية. ليفربول ينجح في الحصول على توقيع لاعب جديد من أجل تدعيم صفوفه. هكذا فترة الانتقالات، فترة حساسة بالنسبة لل... أمام مساحة في هذه اللحظات، يا رب، هدف من مبابي مع الإعادة للهدف والتمريرة البينية الجميلة من ليونيل ميسي، وثم موقف واحد على واحد، تأتي التصويبة القوية في المرمى لا يمكن التصدي لها. الآن أصبح الفارق كبيرا بين الفريقين، ولا أعتقد بأن هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. ليو ميسي، ملعوبة حلوة، يبعد الخطورة في هذه الكرة. ليونيل ميسي، الكرة تعود إلى الخصم، الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، يجب استغلال الفرصة. كرة بيخلصها حارس المرمى، لكن ما زالت خطيرة. ضغط عالي لاستخلاص الكرة بشكل مبكر. حكم يستأنف اللعب، ثم عاد بعد ذلك إعلان الخطأ. بالنظر إلى المواجهة المقبلة في دوري أبطال، نتطلع لمشاهدة لقاء فريق البي اس جي، حيث سيقابل نادي مانشستر سيتي خارج ملعبه. طبعاً أي مباراة في دوري الأبطال مباراة خاصة، الفوز فيها له طعم، له نكهة، له مذاق، له وقع، له أبعاد، له أفق بالتأكيد مختلف. الآن يترجمون هذه الأفضلية العددية إلى هدف. شوف إعادة الهدف مرة أخرى، شوف الانطلاقة، شوف الكرة والمجهود الفردي، الخطأ على المدافعين بترك كل هذه المساحات وترك لاعب بقيمته ينطلق من كل هذه المسافة. خمسة أهداف مقابل هدف واحد، أربعة أهداف تفصل بين الفريقين. كرة بينية فيها خطورة الآن. حلوة التمريرة هنا، لكن التسلل موجود، واضح وقرار سليم، انطلاقة مبكرة أوقفت هذه الهجمة وتسببت في إهدار هذه التمريرة.
قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. الكرة تحت سيطرتهم بعد ما تمكنوا من استخلاص الكرة والسيطرة عليها. مورو إيكاردي، فرصة واحد على واحد الآن. أوه هذه كلمته، وعلى الجميع الاستماع، وعلى الجميع الاستماع. هاتريك من ليو ميسي، ليس الحدث أن يسجل، الحدث أن يغيب عن التسجيل. الله يا ميسي. مباراة كنا نتمنى بأن تكون أكثر ندية، لكن واضح الاستسلام تماما في هذا اللقاء. فيها انطلق، فيها راح راح. في هذه الدقائق يترجمون التفوق العددي إلى أهداف، هدف في منتهى الروعة. برأيي بأن المباراة حسمت لأن الفارق في الأهداف كبير جدا، وأعتقد أن خلاص المباراة اقتربت من النهاية. ملعوبة الكرة من ليونيل ميسي، الله على البينية. أوه يا لعيب يا فنان يا ممتع، الله على هذا الهدف. نتيجة توضح لك حالة المباراة، شوف التفاوت الكبير في المستوى بين الفريقين في مباراة اليوم. 8 دقائق تفصلنا عن نهاية اللقاء. محاولات من ميسي للاحتفاظ بالكرة، المساحة أمامه في هذه اللحظات. الفريق الباريسي يسجل. النتيجة عريضة أعزائي المشاهدين، شاهدنا فريق مسجل وفريق آخر يستقبل الأهداف. ليو ميسي، حكم يحتسب تسلل المثير للجدل، لعادة راح توضح وراح تبين هذا القرار. راية صحيحة وقرار سليم، الإعادة تنهي كل الشكوك حول صحة هذا التسلل. تدخل بشكل سليم، شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. هذه كرة هدف الآن، انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل، وبالتالي لا خطورة على المنافس. ثلاث دقائق احتسبها حكم المباراة كوقت مضاف. يا رب روعة وتألق، ارتماء سريعة وتصدي على الطاير. بيرفعها في وسط المنطقة، نجاح في إبعاد الضربة الركنية. خلص، تنطلق الصافرة لتؤكد على فوز هذا الفريق وحصول البي اس جي على النقاط الكاملة. أداء كبير وفوز كاسح وثلاث نقاط مستحقة، كان الطرف الأفضل والمهيمن والمسيطر على مجريات الأمور في الملعب.